14 آذار في بيروت. اعتبرت النائب السيدة سولانج جميل أن معركة الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي إنما هي بين الاستقلال من جهة والنظام السوري الإرهابي كما قالت من جهة تانية. الانتخابات بالمتن من بعد ما أخذت هالمنحة ما عادت بين الرئيس جميل والعماد عون، صارت بوضوح بين الاستقلال والقرار الحر من جهة والنظام السوري الإرهابي وحلفائه من جهة تانية. بدون إياها مجابهة فلتكن، ولكن كنا منتمنى ما تصير هالمجابهة لو التزموا بروحية ومضمون عزة سيدنا البتراك بالديمين الأحد الماضي. بيير أمين الجميل ما مات بحادث سيارة ولا بمرض، بيير تم اغتياله بأمر من النظام السوري الإرهابي. التصويت ضد أمين الجميل وحتى عدم التصويت هو تأييد لعودة الهيمنة السورية وحلفاء النظام يلي فرض حاله وصي ونفذ الاغتيالات ليرجع وصايته علينا. الجميل وبمؤتمر صحفي عقدته تطرقت إلى الوضع المسيحي ومن يريد تهميش المسيحيين. الكتائب والقوات اللبنانية يلي سقط لهم 10,000 شهيد وعلى راسهم بشير تيدافعوا عن الوجود المسيحي، هن بدهم يهمجوا المسيحية؟ أمين جميل خسر ابنه، هو بده يهمش المسيحية؟ أم يلي عم بيخلق لهم كل فترة حروب عبثية ليهجرهم للخارج ويشرزمهم بالداخل؟ اوعى حدا يفكر يكبر صليبه علينا ويزايد على مسيحيتنا وحرصنا على مصالح المسيحية. شهدائنا وتضحياتنا هن أوضح برهان على مدى تمسكنا بمصلحة المسيحيين. من جهتين دعت الجميل إلى المشاركة بكثافة في انتخابات بيروت للتأكيد على الوقوف صف واحد مع الشركاء في ثورة الأرز. رئيس الهيئة التنفيذية في القوات